لم يكن حدثا منفصلا عن تاريخ ممتد منذ أكثر من 75 سنة من الصراع بين محتل غاصب لا يتورع عن القتل والتجويع والتهجير وشعب مقاوم لم يساوم بحبة من الأرض ولو كلفه الموت والإبادة. فبعد المعارك الكثيرة التي مر بها الغزاويون، معركة الفرقان والسجيل والماكول والقدس والساحات، تأتي معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023. كانت مشهدا مذهلا للعالم والكشف على أن الاحتلال الصهيوني مزيف تكنولوجيا لا يفقه إلا الإبادة والتدمير وقتل الأطفال والعزل. والله الأحداث هذه يدمى لها القلب، ففي معنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكيف هو تودنا وتضامننا مع إخواننا في فلسطين؟ نتمنى أن يغير الله حالهم وأحوالهم، لأن الصهاينة لعنة الله عليهم يبنون مشروعا بدأوه من فلسطين ولا ندري أين ستكون نهايته. بمناسبة مرور سنة على طوفان الأقصى، يعني بشارة للأمة الإسلامية كاملة بهذا الصمود الطويل وهذا الأثر للمقاومة مع العدوان المتواصل على طول سنة بالتشريد والقصف والعدوان. الصمود يعني يبشر الأمة الإسلامية بأن المقاومة بكل خير. إن شاء الله كلمة تاعنا هذه تكون واصلة إلى كل المقاومة وكل إخواننا في غزة، بأن إخوانكم في الجزائر معاكم قلبا وقالبا بالدعاء وكلش، ونتمنى النصر بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة يعني أصبحت سنة يعني كاملة مرورها بالعدوان، ومازال المثابرة والصبر. نتمنى التوفيق والنصر لإخواننا في غزة والثبات والنصر وتحرير الأقصى، مصر نبينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قضى على أن يسلط على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه الملحمة، هذه العصابة المؤمنة التي هي على أراضي فلسطين، كتب الله أن تظهر ضعف إسرائيل، أن تظهر هوان إسرائيل، أن تظهر للعالم قوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أهل غزة أحيوا فينا الضمير العربي والضمير الإسلامي، إن غزة العزة أحيت فينا قضية فلسطين، بل أحيت قضية فلسطين في عقول وقلوب كل العالم. إن ما نراه من ثبات ومن صبر ومن إصرار كشف لنا هوان العرب وذلهم أمام هذه الطائفة الشرذمة وهي اليهود، كشف لنا على أن اليهود ومن لف حولهم دائرتهم ليس فلسطين وحدها، وإنما مرماهم إلى شرق أوسط جديد، يتصارعون ويتكالبون على أكل العرب كلهم بأموالهم وأقطارهم وأراضيهم وثرواتهم. وما غزة إلا اللقمة التي علقت لإسرائيل أو للصهاينة إن صح التعبير في حناجرهم فلم يستطيعوا أن يبتلعوها. يثبت فيها التوحيد أن النصر للمسلمين وثباتهم. بل هي عاصمة فلسطين وستبقى.